مشاعرهم والعمل على استكشافها من دون شرط الموهبة الفنية. وأهمية العلاج بالفن أنه يساهم بتحسين الصحة العقلية والنفسية بتقنيات سهلة منها الرسم والتلوين والدراما، ونتابع أكثر مع هذا التقرير. العلاج بالفن التشكيلي هو أشهر الفنون العلاجية، ويعرف أيضا بالعلاج التعبيري للتواصل، وبيستند لفكرة أنه العملية الإبداعية بتساعد الشخص على التعبير عن أفكاره ومشاعره كشكل من أشكال التواصل غير اللفظي، ويستخدم لتشخيص الحالة كما للعلاج النفسي والترميم العاطفي وتطوير الذات، وهو علاج يناسب جميع الأعمار ولا يحتاج لموهبة. وبحسب الدراسات فالعلاج بالفنون له قيمة مهمة بعلاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة والرهاب، ويمكن دمجه مع أنواع تانية من تقنيات العلاج النفسي كعلاج تكميلي. ورحب بضيفتي ميساء الرواشد، اللي انقلت تجربتها بالتشافي عبر العلاج بالرسم إلى السعودية وطورتها حتى تكون مرسم يساعد الآخرين. فخلونا نرحب بميساء. أهلا وسهلا ونورتينا. أهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. أول شيء يعطيك العافية، واللي سويتيه ترى شيء مو بسهل يعني. أي فيعتبر علاج تطويري، علاج جدا مهم. خلينا أول شيء نتكلم عن تجربتك بالتشافي بالعلاج الفن، كيف بدأ معك؟ يعطيكم العافية، أول شكرا لكم على حسن استضافتكم واستقبالكم واختياركم لي لنقل هذه التجربة لعامة الناس والجمهور. أولا حبيت أنوه عن شغلة معينة. فكرة الرسم والعلاج بالتشافي والتشافي يعني بالرسم هي ابتدأت معي من رحلة علاج كنت مسافرة في أمريكا في مستشفى ميو كلينيك للعلاج، فلاحظت أنه حول المستشفى كل الأماكن اللي حول المستشفى عبارة عن مرسم. فزرت واحد منهم بالصدفة وحاولت أني أطلع على إيش يعني المحتوى الموجود عندهم، إيش الفكرة اللي موجودة عندهم. طلع أنه في ربط بين المستشفى وبين هذه الأماكن. أوكي، يعني شيء مرتب بينهم. بالضبط، في ربط. أوكي. بالضبط، بحيث أنه الأطفال أو الكبار اللي عندهم مثلاً سترس من فترة العلاج يعطونهم جلسة رسم، بحيث أنه يكون شوية سترس يعني ريليف، يقدر أنه مثلاً يواصل معهم فترة العلاج. طيب ميسا، أنا يعني طرف في بالي حاجة، أي واحد مريض يقدر يدخل هذا الفن ولا في أشياء معينة؟ شوف بقول لك شغلة، هو الفن عموماً يعني أساساً أنا فكرة المرسم عندي أساساً هي ستريس ريليف انترتينمنت، انا خليتها ارت ثيرابي ان ارت فن. اللي طيب هي ايش؟ اللي هو العلاج بالفن. ويعني واستمتاع بالفن والفنون. حلو. طيب الفكره ان احنا نستهدف كل شخص ما قد مسك فرشه ما قد رسم. ممتاز. قد رسمت؟ انا يعني بس يعني مو تعبت، انا اذا اخذت انفلونزا ما لي خلق حتى شيء، ابغى انام واكل وبس، هذا حدي. لان عاده الواحد لما يتعب ما يقدر، ما عنده الطاقه اللي يقدر يفكر طيب فيها. تعرف بقولك شغله، انت تعرف ان فتره كورونا المجتمع كله صار صح يرسم. صح، في قصص كثيره طلعت. احنا منهم، احنا كنا نوصل يوميا يعني 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 تقريبا اساس فتره كورونا كل شيء قفل، ففجاه طرت علينا ان احنا نسوي فكره جديده وان احنا نوصل الماتيريالز والكتل للكاستمرز في بيوتهم. تخيل وصلنا للمستشفيات، وصلنا للناس في بيوتهم، وصلنا للمحاجر. طيب طريقة ناجحة 100%؟ جدا جدا ناجحة. يعني أنت خلال فترة الرسم لما تمسك اللوحة وتبدأ ترسم، تدخل في أجواء الرسم، تبدأ تنسى نفسك. عادة أنا ما قد سألت أحد عملائي أنه أو مثلا حكيت لأحد عملائي ترى بتحس بكذا، لا أخليه يجرب التجربة عندي بالمحل، وبعد ما يطلع أو يخلص التجربة أسأل يقول أوف فصلت عن الشغل، فصلت عن تليفوني، من زمان ما شفت تليفوني، لهيت عنه. طيب كم جلسة تحتاجين في الأسبوع؟ يعني ولا شيء، جلسة واحدة مدتها ساعتين، ساعة ونص بالأسبوع، يوم يومين ولا اللي يحبون، ولا يوميا. يعني إحنا ما نحاول إن إحنا نضغط على الناس إنها تجينا كل يوم، لا إحنا نخليهم على راحتهم. نعلن في حسابات السوشيال ميديا اليوم الفلاني عندنا اليوم الفلاني عندنا الجلسة الفلانية، الرسمة الفلانية، هم يختارون يجون عليها. عملائكم مين اللي يجون مثلا؟ تعرف شغلة؟ أول ما فتحنا على أساس التارجت أودينس عندنا تينيجرز وكيدز. توقع بعد ما فتحنا كم شفنا الأعمار اللي قاعدة تزورنا؟
أعطيني توقعات. يعني في أول ما فتحت في البداية أيوة. ممكن نقدر نقول الطبيعي 15 شخص يعني. كم الأعمار تتوقع؟ الأعمار يعني أطفال ونقدر نقول أتوقع كبار في السن. تخيل إيه. أكثر الفئات العمرية صارت تزورنا من يعني فوق 50 يعني 37 سنة فما فوق إيه. يعني ولما سألنا واستفسرنا إيش أسباب أنكم يعني تجونا هنا بالمقر أغلبهم يقولون أنه رقم واحد أنه ما في أماكن انترتينمنت ترفيهية لنا طيب. ما في كل الناس يعني ما في استهداف للفئة العمرية لنا. الشيء الثاني يقول لقينا نفسنا أن إحنا نطلع من ضغوطات العمل ويعني تعرف 237 يعني أكثر ناس مشغولين. طيب ميسا مين اللي داعمك؟ يعني مين داعمك ملهمك؟ أمي وأبوي الله يشافي مهمتي يا رب يا كريم. ما في من؟ اللي داعم ميساء في المجال هذا؟ في هذا المجال أساساً المجال جديد مجال جديد جداً 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 يعني أحياناً في استلهام الواحد يستلهم مثلاً هذا لا أنا بحكي لك شغلة أنا أساساً يعني جيت من أمريكا يعني أنا ظليت في أمريكا من 2011 إلى 2017 إيه؟ طيب فترة طويلة اللي غبت فيها عن البلد فلما رجعت عندي فكرة ومتحمسة أني أنا أبلورها على المجتمع عرفت كيف؟ فلما جيت السعودية حصلت على رخصة أول مرسى مرخص في المملكة. يا سلام. فما كان في أساسا منافسين مسبقاً. ما طيب كان في. عندك قصص نجاح ناس تشافت من نقدر نقول. في كثير أبحكيك واحدة من الأشياء. يلا. واحدة من الأشياء إحدى الجهات بدون ذكر أسامي طلبت مني إن إحنا نسوي منهجية مخصصة لأطفال توحد. حلو. طيب. لأن ما في منهجية أساسا حق أطفال توحد في السعودية. تحكي عن أنه الفن يعني له علاج للأطفال التوحد ما في أوكي. فجربنا جينا أنا ودكتور حطينا أسس وجبنا مجموعة أطفال من أطفال التوحد بحيث أن كل واحد فيهم مختلف عن الثاني يعني السيتيويشن حقتها مختلفة عن الثاني لما بدأنا نطبق لاحظنا أن كثير من الأمهات يعني طبقنا كبايلوت تعرف البايلوت صار في تغيير يعني البايلوت هي كتجربة الأولية للأطفال أساس بناء عليها نبدأ يعني نكمل منهجيتنا فصار الأهالي يكلموني أنه لأن إحنا صرنا نأخذ أول الصباح وصرنا نأخذ آخر اليوم بينت فروقات بين الشخصين مرة أول الصبح مو طبيعي فرق مع الأم كثير الأم صارت تحكيني تقول يا ميسا في عادات في ولدي مرة تغيرت أول الأتنشن راح يا سلام وانت تذكر على فكرة الأصعب نقدر نقول فئة في موضوع التشافي بالضبط اللي هي التوحد بالضبط وبعدين يعني حتى إحنا يعني في أشياء لازم نركز عليها في موضوع مثل الستريس ريليف يعني من المكان من تجهيزات المكان كيف الميوزك اللي تنحط بالمكان باي ذا واي ماي اكسبيرينس اتس ارت مانجمنت طيب ايش يعني لك لما تشوفين هذا النجاحات وهذا التشافي وتشوفين الاطفال او تشوفين صدقني أنا سعيدة اي شخص اي شخص عندك يجي ويتشافى مره مره انا سعيده صراحه بالتجربه هذه وصدقني انا ما بسميها كتشافي خلينا نقول انها اساس الناس ما تعتبرها انها يعني انهم مريضين وانهم لازم يجون لا انا اعتبرها انه اعتبرها شيء من عاداتك اليوميه تعال عندنا وانجوي يعني أنا أساساً المكان عندي تقريباً يشيل 30 شخص بالساعة ونص فأنا عندي أساساً الأرتست مدربة تدرب 30 شخص بنفس الوقت واضح؟ تمام 30 شخص بنفس الوقت يعني جماعي جماعي كل جماعي فأنت تقدر تجي مع يعني الآن في جهات رسمية كانت معنا بالشرقية والآن فرع الرياض إن شاء الله يعني في اتفاقيات جاية قريبة مع الشركات ففي شركات كثيرة وقعت مع اتفاقيات تجيب موظفينها تعمل طرقة سلبية يعني تفك من ضغوطات العمل ممتاز الآن المدارس اعتمدت مرسمنا كرحلة واحدة من الوجهات للرحلات المدرسية للطلاب والطالبات انت تستاهلين زين وفخورين احنا فيك وعلى يعني هذا المشروع الجميل ونعتبره مشروع في خير في الدنيا ونتائجه موجودة اكيد في الآخرة شكرا لك جزيلا على هذا النجاح وفخورين احنا بميساء اللي قدمت هذا نقدر نقول هذا العلاج انا اسميه وهذا